السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض بودرة الكافي ميكس او النسكافيه. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة جدا. ده كيس الكافي ميكس وده النسكافيه اللي انا عملته او الكافي ميكس اللي انا عملته. هحطهم الاثنين على طبق عشان تعرفوا ان درجة اللون بتاعتهم واحدة والمكونات بتاعتهم واحدة، يعني زي بعض بالظبط. هما الاثنين نفس اللون بالظبط، يعني ما تفرقهمش عن بعض خالص. وده كمان الكافي ميكس ما عملته او النسكافيه ما عملته. اول حاجة هنجيب بطرمان مغسول بمية سخنة وناشف تماما من المية، وهنحط في البطرمان ده 8 كيلو كريمة خام او 8 كيلو كريم شانتيه او كيس دريم ويب. الكريمة دي ما فيهاش سكر. وهنحتاج كمان بن سادة فاتح. انا جبت الكيس ده، ب8 جنيه، في حوالي 6 معالق كبار بن. وممكن نستبدل البن بنسكافيه بلاك. هنحتاج من النسكافيه 6 معالق كبار نسكافيه، بس هناخد النسكافيه نحطه في مطحنة الخلاط ونطحنه عشان يكون ناعم. بعد ما نضيف البن على الكريمة هنحتاج كمان كيسين لبن بودرة. الكيس ده 25 جرام، يعني هنحتاج 50 جرام لبن بودرة او 6 معالق كبار لبن بودرة. لو عاوزين الكافي ميكس او النسكافيه يكون 3 في 1، ضيفوا على المكونات دي 5 معالق كبار سكر. بس يفضل تعملوه كده لان سكر كل واحد بيختلف عن التاني. بعد ما بنحط كل المكونات على بعض بنقفل البطرمان وبنرج البطرمان او بنهزه وبنحركه بالشكل ده عشان المكونات دي تختلط وتمتزج مع بعض كويس. اهم حاجة ان المكونات دي كلها تبقى مخلوطة كويس مع بعضها. دلوقتي هنعمل الكافي ميكس. هنجيب فنجان ونحط في الفنجان كمية السكر اللي بنحتاجها، والكمية دي طبعا بتكون حسب الرغبة. بعد كده نحط معلقتين صغيرين من بودرة الكافي ميكس اللي عملناها. ونضيف عليهم مية مغلية زي ما يكون بنعمل النسكافيه والكافي ميكس بالظبط نفس الطريقة. بعد كده نقلبهم كويس بالمعلقة. لازم يتقلبوا كويس عشان البودرة تتخلط كويس مع المية. وممكن ناخد الخليط ده ونحطه في الخلاط ونشغل الخلاط حوالي 30 ثانية. اتمنى بقى الوصفة تعجبكم وتجربوها وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.